بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء والتواصل بكم في حلقة أخرى من برنامج قضايا فكرية. قضية اليوم نعالج فيها موضوع جهود علماء المغرب في خدمة الحديث النبوي الشريف، وسنلامس هذا الموضوع انطلاقا من المحاور الكبرى الآتية: دخول علم الحديث إلى المغرب وأبرز أقطابه الأوائل، ثم كذلك أبرز خصائص المدرسة الحديثية في مقاربة الدرس الحديثي، وكذلك عناية ملوك الدولة العلوية بالحديث النبوي الشريف، خاصة في عهد مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. كل هذا وغيره سنعرف تفاصيله في هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى أزرياح، وهو أستاذ بجامعة بن طفيل بالقنيطرة وعضو المجلس العلمي المحلي لعمالات مضيق في نطاق. سيدنا الكريم، مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا، نشكركم سيدي هشام على هذه الاستضافة وإتاحتكم لنا هذه الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج القيم قضايا فكرية، والشكر موصول كذلك لكل الأطر العاملة بقناة محمد السادس. أستاذ الكريم، نبدأ بسؤال عام متعلق بأهمية الحديث والسنة وأوجه الاتفاق والاختلاف بين مفهوميهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن السنة النبوية تعد المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وهي أحد شقي الوحي الإلهي، وهي التطبيق العملي لكتاب الله عز وجل والمذكرة التفسيرية لكتاب الله عز وجل. ولذلك كانت أهميتها كبيرة جدا، فقد حث عليها الكتاب، وحث عليها كذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة على ذلك. فقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمقصود هنا بمثله يعني السنة. وأجمع الصحابة والأمة على سنة رسول الله، على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون بأن الحديث هو المدار الذي يدور عليه الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام. ولكي نفرق بينهما من حيث المفهوم أو غير ذلك، فهناك فروق دقيقة جدا بين الحديث والسنة. فقيل بأن الحديث أشمل وأعم من السنة، لأن الحديث يشمل الأقوال والأفعال، بينما السنة تشمل فقط الأعمال، يعني تتعلق بالسنة العملية إلى غير ذلك. وقيل كذلك بأن الحديث يرد مرة واحدة، بينما السنة ترد يعني مرارا، يعني بطريقة مكررة، ورودها يعني بتكرار إلى غير ذلك. ولكن لا يمكن أن نفرق بينهما أو أن نعرف الفرق بينهما إلا بتعريف كل واحد منهما على حدة. فالسنة، ولا أطيل في ذلك كثيرا لأن هذه المسألة معروفة، فالسنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. وعندما نقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الطريقة التي سلكها النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته، وقد سماها سنة. لذلك كما ورد في الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ولكن قد ترادف هذه السنة، قد ترادف الحديث، فهي عند المحدثين يعني تعرف بتعريف واحد. فالسنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفة، وهو نفس تعريف الحديث عند المحدثين: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وهنا نقصد بالصفات
إما الخلقية أو الخلقية أو الخلقية نعم. كما هو معروف إلى غير ذلك ولكن يمكن أن نفرق بين السنة والحديث كذلك عند بعض الطوائف أو عند بعض المذاهب فمثلا الفقهاء عندهم السنة في مقابل الواجب لأنهم يعتنون بالأحكام الشرعية إلى غير ذلك بينما عند الأصوليين فالأصوليون مثلا عرفوا السنة بأنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهم يهمهم يعني الأدلة الشرعية أو ما يسمى بالتشريع إلى غير ذلك ولهذا فالحديث هو جزء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك اهتم بها العلماء وصنفوا فيها تصنيفات مفيدة جدا. إذن أستاذي الكريم الحديث والسنة يعني يتفقان في كثير من الأمور ويختلفان في بعض الأمور ولكن هناك ما يجتمعان حوله أو ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما بارك الله فيكم أستاذ انتقل صحيح. يعني هذا سؤال في الحقيقة كان بمثابة مدخل لتناول هذا الموضوع انتقل إلى دخول الحديث النبوي الشريف إلى المغرب كيف دخل علم الحديث إلى المغرب ومن هم أقطابه الأوائل؟ نعم سيدي هشام فيما يتعلق بدخول الحديث الشريف بصفة عامة إلى المغرب فقد دخل كما هو معلوم مع البذور الأولى للفاتحين وخاصة أن أول من أدخله على الحقيقة وهو صعصعة بن سلام الدمشقي المتوفى سنة 92 و100 فهذا في الحقيقة وفي الواقع هو الذي أدخل الحديث عموما إلى الأندلسي ثم المغربي وانتشر ذلك مع الثلة الأولى من طلبة العلم الذين توجهوا إلى المدينة المنورة قصد التتلمذ والتمدرس على الإمام مالك فلما رجعوا نشروا هذا العلم في أصقاع الغرب الإسلامي بصفة عامة وكان أول كتاب حديثي دخل إلى المغربي في نهاية القرن الثاني الهجري هو كتاب الموطأ هو الذي دخل وقد أدخله القاضي عامر بن محمد القيسي الأندلسي بينما دخل إلى الأندلس عن طريق هناك أقوال كثيرة بالنسبة للأندلس عن طريق الغازي بن قيس وقيل عن طريق زياد بن شبطون أو عبد الرحمن الملقب بشبطون وقيل كذلك عن طريق يحيى بن يحيى الليثي ولكن الواقع بأن الغازي بن قيس هو من أدخل ذلك إلى الأندلس أما في تونس فهناك نوع من إفريقية بصفة عامة هناك إجماع بأن من أدخل الموطأ أو أول رواية للموطأ دخلت هي رواية علي بن زياد التونسي رحمه الله تعالى وقد طبع جزء منها بتحقيق يعني النيفر الشاذلي أو الشاذلي النيفر من علماء تونس إلى غير ذلك نعم. ثم بعد ذلك دخلت كتب الحديث الأخرى من بينها صحيح البخاري الذي دخل في القرن الثالث الهجري وقيل في القرن الرابع الهجري وهو الصحيح لأن في القرن الثالث الهجري دخل مع أبي الحسن القابسي ولكن الحقيقة أن صحيح البخاري أدخله إلى المغربي ثم أو الأندلس ثم المغرب وهو عبد الله بن إبراهيم الأصيلي إمام من مدينة أصيلة المغربية والمتوفى سنة 92 و300 فهو في الحقيقة هو أول من أدخل كتاب صحيح البخاري المغرب كما أدخل كتاب الغريب للإمام الخطابي ولم يدخل مع ابن الضابط كما يقال الذي كانت له رحلة إلى المشرق وكذلك دخلت سنن النسائي إلى المغرب مع أبي بكر بن الأحمر وهو راوي من رواه السنن كذلك وهنا انتشر علم الحديث في المغرب كثيرا إلى غير ذلك نعم إذن دخول علم الحديث إلى المغرب كان في نهاية القرن الثاني يعني أول دخول في نعم. نهاية القرن الثاني الهجري نعم. ثم فأكيد يعني توالى الدخول أو توالت كتب الحديث دخولا إلى المغرب طبعا بالمغرب من فهمه العام ياك أستاذ نعم. يعني الغرب الإسلامي الغرب الإسلامي بصفة الغرب الإسلامي نعم. إذن بعدما عرفنا كيف دخل علم الحديث إلى المغرب أو إلى الغرب الإسلامي بشكل عام انتقل إلى سؤال آخر حول عناية المغاربة بعلم الحديث لا شك أنها تتجلى في مظاهر كثيرة يعني لها تجليات عديدة
لا أبرزتم لنا بعض تجليات يعني التي تظهر عناية المغاربة بعلم الحديث. نعم، كما تعلمون أن عناية المغاربة بعلم الحديث لها مظاهر كثيرة وكثيرة لا يمكن أن نتحدث عنها في هذا الوقت. نعم. القليل وغير. نعم. ذلك، ولذلك سنقتصر على بعض المظاهر. المظهر الأول، هناك الاعتناء بالحفظ والضبط، يعني من أبرز مظاهر العناية أن علماء المغرب كانوا يهتمون بحفظ المتون وضبطها، وخاصة المتون الحديثية مثل صحيح البخاري وغير ذلك. ونحن سنتحدث بعد قليل إن شاء الله تعالى أن هناك من كان يحفظ صحيح البخاري أو صحيح مسلم عن ظهر قلب إلى ذلك. إذا الاعتناء الأول هو الحفظ والضبط. المظهر الثاني وهو مظهر معروف كذلك، وهو الحفاظ، محاولة الإبقاء على خصيصة الإسناد، وخاصة من خلال مجالس الإملاء ومجالس السماع. يعني في مجالس السماع ومجالس الإملاء عن طريق الدروس وغير ذلك، كان المغاربة من خاصيتهم وهو تذكر ذلك السند والبدء من ذلك السند، خاصة للاحتفاظ به إلى غير ذلك. المظهر الثالث من مظاهر العناية، وهو واضح جدا إلى غير ذلك، وهو تفرضات المغاربة في مجال الرواية والدراية. فقد تفرض المغاربة في مجال الأسانيد والإجازات منذ القديم، فقد تفرضوا ببعض الطرق والروايات لم تكن عند المشارقة. ومن بين هذه الروايات التي تفرضوا بها رواية القلانسي لصحيح مسلم، ورواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ، كما تفرضوا ببعض المصطلحات المتعلقة بعلوم الحديث، ثم ببعض الترجيحات كترجيح صحيح مسلم على صحيح البخاري. ثم كذلك من مظاهر العناية اهتمامهم الكبير بشرح الأحاديث، يعني شرح الكتب الحديثية والتعليق عليها واختصارها والتحشية عليها وغير ذلك، ودون دون دون يعني الالتفات إلى بعض علوم الحديث. فكانت تآليفهم في علم الحديث في المصطلح بالضبط يعني قليلة جدا، وكذلك في علم الجرح والتعديل، لأنهم اهتموا بالنص الحديثي شرحا وتعليقا وتحشية إلى غير ذلك. هذا من مظهر عنايتهم بالحديث أكثر من عنايتهم بعلوم. نعم. الحديث. ويمكن إجمال هذه المظاهر في هذه النقاط الثلاثة هي التي تبين كذلك، وهي أولا الانطلاق من المتن، ثم وهذا يمكن أن نتحدث عنه في الخصائص كذلك. الانطلاق من المتن، ثم بعد ذلك تأتي في الدرجة الثانية ما يتعلق بالنقد الحديثي، ويأتي في الدرجة الثالثة ما يتعلق بالدراسة الاصطلاحية، وأعني بالدراسة الاصطلاحية هنا ما يتعلق بعلم الحديث إلى غير ذلك. نعم. كذلك تفرض المغاربة أو من مظاهر عنايتهم كذلك كما سنرى إن شاء الله تعالى، هو إحداث مجالس علمية وكراسي علمية لإقراء وتدريس الكتب الحديثية وختمها سواء في رمضان أو في غيره. هذا سنعود إليه. نعم. قبل ذلك أستاذي الكريم، نتحدث عن الخصائص، وقد ذكرتم مسألة الخصائص المميزة للمدرسة المغربية الحديثية، وقبل ذلك هل هناك مدرسة مغربية قائمة بذاتها في علم الحديث؟ وإن شاء الله نتحدث كذلك عن الخصائص. نعم، إذن نعم، هناك مدارس مغربية قائمة في علم الحديث، وليست مدرسة واحدة، ليست مدرسة واحدة إلى غير ذلك. فعند الباحث في تاريخ الحديث الشريف في هذا البلد الكريم سيجد أن هناك أسر علمية أو بيوتات علمية كونت مدرسة مدارس حديثية قائمة بذاتها. ولذلك عندما نتحدث عن هذه المدارس نستحضر المدرسة العراقية، وهي مدرسة إدريس العراقي أحد نقاد الحديث في العصر العلوي، المتوفى سنة 84 أو 83 أو 1100، يعني في القرن الثاني عشر الهجري. كذلك نستحضر المدرسة الصديقية التي كانت في الشمال، نستحضر كذلك المدرسة الكتانية إلى غير ذلك، زيادة إلى علماء كبار
يعني مهما لم تكن عندهم مدرسة ولكنهم يعني أسهموا بسهم وافر أو ضربوا بسهم وافر في هذا الفني علماء كبار في مجال الحديث. مدرسة يعني ذات يعني منهج خاص تتفرد به عن غيرها يعني. نعم هذه صحيح. مدارس صحيح أن هناك هذه المدارس تجمعها مدرسة عامة وهي المدرسة المغربية بصفة عامة. هذه المدرسة كانت لها خصائص متميزة وهذه الخصائص أبرزتها قبل قليل، كانت دائما يعني تعتمد على المتن أولا ثم تنتقل إلى الدراسات المتعلقة بالنقد الحديث ثانيا ثم تنتقل إلى الدراسات الاصطلاحية وغير ذلك. ولذلك كلمة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الأمصار ذوات الأثار يعني في كتابه الأمصار ذوات الأثار يقول بهذا اللفظ قلة الحديث في مدائن المغربي، فهذه غير صحيحة نهائيا. فإذا كان يعني الرواية فيمكن أن يكون له الحق لأن المغرب هو بلد بعيد عن مهبط الوحي وغير ذلك، ولكن إذا كان في مجال الدراية فهذا غير صحيح نهائيا، لأن المشارقة خاصة من الصلاح والإمام العراقي وغير ذلك من العلماء قد اعترفوا بجهود علماء المغربي في مجموعة من العلوم ومن بينها علم المصطلح. فإذا قرأنا مقدمة التمهيد فنرى يعني هناك إبداع وهناك ابتكار وخاصة ما يتعلق بقواعد الجرح وغير ذلك. إذا قرأنا مقدمة الإكمال إكمال المعلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى فقد أبدع فيها كل الإبداع. إذا وقفنا مع ابن القطان وما أدراك ما ابن القطان وهو الناطق الرسمي للدولة الموحدية إلى غير ذلك، وموقف هؤلاء العلماء المتأخرين كالذهبي وابن حجر من ابن القطان واعتباره موسوعة في علم الجرح والتعديل واعتمادهما كليا على أقواله وغير ذلك، فهذا يبين أن هذه المدرسة قد تميزت بخصائص عديدة وقد انفردت من بينها كما قلت لك سابقا، انفردت برواية القلنسي، انفردت برواية يحيى بن يحيى الليثي، انفردت ببعض القواعد الموجودة في الجرح والتعديل إلى غير ذلك من الخصائص التي تميزت بها هذه المدرسة الحديثية. إذا تميز المغاربة كان في دراية في علم الدراية أكثر من علم الرواية. نعم ولكن المقصود هم جمعوا بينهما ولكن المقصود بعلم الدراية، لأن علم الدراية هناك اختلاف في مفهومه دراية الحديث، فهناك من يقول بأن الدراية المقصود بها هو علم المصطلح وصول الحديث وعلوم الحديث يعني القواعد قوانين المعرفة لحال الراوي والمروي، وهذا عند الأقدمين. ولكن عند المتأخرين أن الدراية وهذا الله أعلم وهو الصواب عند كثير من المحدثين حتى عند سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو التفقه في الحديث، التفقه في الحديث يعني استنباط أو إدراك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الحديث أو ما يسمى اليوم بفقه الحديث إلى غير ذلك. أما المغاربة فقد تميزوا في فقه الحديث وتميزوا كذلك في بعض القواعد، لأنه إذا نظرنا إلى بعض كتب الشيخ أحمد بن صديق العمري أو غير ذلك من العلماء سنجد هناك قواعد انفرد بها لا في التصحيح ولا في التضعيف ولا في بعض المصطلحات المتعلقة بعلوم الحديث لا توجد عند المشارقة. نعم. ولذلك العراقي خصوصية. نعم ولذلك العراقي رحمه الله تعالى يقول لقد انفرد بهذا المغاربة لهذا فابن الصلاح في مقدمته وخاصة في مبحث الرواية يعني التحمل والأداء فقد نقله كاملا ذلك المبحث، نقله من كتاب الإلماع للقاضي عياض وهو يعني يذكر القاضي عياض وأنه نقل منه ذلك ويذكر مكانته وفضله وسبقه في هذا المجال إلى غير ذلك، ويشيد به أي إشادة في هذا المجال ويبين تفرده في هذا المجال إلى غير ذلك. لذلك فالمدرسة المغربية لها خصائص كثيرة جدا وقد كتب المغاربة كثيرا عن خصائص المدرسة المغربية وخاصة مقالات في دعوة الحق من طرف أعلام مغاربة كبار. نعم أستاذي الكريم، عناية المغاربة بالحديث النبوي الشريف وبمصنفات يعني مخصصة في هذا الباب يعني في علم الحديث كثيرة، يعني العناية بمجموعة من المؤلفات والكتب الحديثية، لكن
نلاحظ أن عنايتهم بالموطأ تزداد يعني أكثر. ما الذي يفسر العناية الكبيرة الفائقة التي أولاها المغاربة ولا زال المغاربة يعتنون بهذا الكتاب كتاب موطأ إلى يومنا هذا إلى زمننا هذا؟ ما الذي يفسر هذه الزيادة أو هذا الاهتمام الكبير وهذا التعلق المتين بموطأ الإمام مالك؟ فالمغاربة قد اعتنوا عناية فائقة بالموطأ، وهذا راجع إلى مجموعة من الاعتبارات. الاعتبار الأول لإمامة مؤلفه مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الاعتبار الثاني يتجلى في عظيم نفعه، يعني عظيم نفع كتاب الموطأ. الاعتبار الثالث يتجلى في أنه كتاب مختصر لاختصاره وشموله على الصحيح كما سوف نبين. الاعتبار الرابع وهذا هو الأقوى زيادة على الإمامة، هذا الأقوى، وهو تحري الإمام مالك في الرواية وتوخيه الضبط وانتقائه الصحيح. كذلك أحسن انتقاء الرجال، فرجاله الذين روى عنهم فهم عدول ضابطون إلا واحد ابن أبي المخارق، وقد سئل عنه عبد الكريم بن أبي المخارق، وقد سئل عنه رضي الله عنه ورحمه فقال لقد غرني مظهره. ثم يعني الرجال الذين نقل عنهم الإمام مالك، يعني احنا نعلم قيمة السند. نعم. يعني السند الذي اعتمده كل رجاله يعني ثقات، كل رجاله يعني عدول ضابطون إلا واحد هذا ما أكده أهل العلم أهل الاختصاص علماء النقل الحديثي كيحيى بن معين وعلي بن المديني وغير ذلك، إلا واحد. ولذلك هذا ما يفسر السلسلة الذهبية، هي سلسلته سلسلة الذهبية عند الإمام البخاري والتي يروي عنها الإمام البخاري وأخرج عنها مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعتمد العلماء على الموطأ واحتجوا بأحاديثه من حيث الجملة، حتى قال ابن العربي رحمه الله تعالى في عارضة الأحودي قال الموطأ هو الأصل الأول واللباب، والأصل الأول واللباب، وكتاب الجعفي يعني البخاري، وكتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كمسلم والإمام الترمذي. لذلك اعتنى علماء المغرب اعتنوا عناية فائقة بالموطأ من حيث الإسناد ومن حيث الرواية ومن حيث الشروح. فمن حيث الإسناد نجد هناك مؤلفات اهتمت بأسانيد الإمام مالك في الموطأ ككتاب التمهيد للإمام ابن عبد البر القرطبي رحمه الله تعالى، وهو حافظ المغرب المتوفى سنة 63 و400، فقد تحدث عن الأسانيد والمعاني الموجودة في الموطأ. ثم عندنا كذلك كتاب الإماء لأطراف أحاديث الموطأ للداني، كذلك اهتم هذا بالسندي. أما من حيث الروايات فنجد كثير من الروايات، وخاصة التلاميذ الذين درسوا على الإمام مالك، فهناك قيل 30 رواية وقيل 20 رواية وقيل 16 رواية وقيل 11، الموجود من اليوم مطبوع 9 روايات إلى غير ذلك، ومن أفضلها رواية يحيى بن يحيى الليثي التي اعتمد عليها ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار، وهو التي شهرها إلى غير ذلك، وهي تعتبر من أقدم الروايات وآخر الروايات للموطأ والتي يعتمد عليها الغرب الإسلامي بصفة عامة. أما من حيث الشروح فحدث ولا حرج، فهناك كثير من الشروح. أول هذه الشروح كتاب الاستذكار لابن عبد البر الذي اهتم بالموطأ من الجانب الفقهي، فقه الحديث إلى غير ذلك، والمنتقى للباجي، وكتاب القبس للقاضي العربي، ولا ننسى كذلك من أعلام الريف عمر بن علي الوريغلي صاحب الممهد الجامع
والذي شرح الموطأ في 51 جزءا، ولكن للأسف يعني ضاعت الكثير من أجزائه. ولكن مما يعني يحسن في هذا اليوم، يعني قام مجموعة من طلبة الجامعات المغربية بالبحث عن بعض أسفاره وتحقيقه وإخراجه إن شاء الله تعالى في فاس وفي القنيطرة وفي أكادير وفي تطوان، يعني في جميع، وهذا من أوسع شروح موطأ مالك. حتى قال عبد الرحمن بن زيدان مؤرخ المملكة: شرح يماثل التمهيد، وأي عالم أضعه يفتخر به المغرب على المشرق إلى غير ذلك. فهناك شروح كثيرة جدا، والمخطوط موجود يعني فقط أو أن هناك مزاد، هناك ضياع في لا لا هناك لبعض ضياع لبعض هناك لا هناك كثير من الأصفار ضائعة، يعني الأجزاء ضائعة إلى غير ذلك. هناك بعض الأجزاء، مثلا الجزء العاشر والجزء السابع والجزء السادس عشر والجزء الخمسين والجزء الرابع والخمسين، فهذه أجزاء تحقق اليوم، الجزء الثالث عشر كذلك. وهناك إن شاء الله تعالى عندنا في المجلس العلمي بالمضيق يعني فرقة للبحث ستجمع خروم، يعني النسخ الموجودة في الخروم، فاستطعنا أن نجمع خروم القرويين، ما زلنا ننتظر خروم خزانة يوسف نتشفين، وعندنا ترخيص من السيد الوزير وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتصوير هذه الخروم الموجودة أو هذه الأصفار الموجودة في خروم المكتبات التابعة للأوقاف وغير ذلك. إذن هي عناية متواصلة غير متوقفة بهذا الكتاب الحديثي الفقهي يا أستاذ، وجامع بين الحديث والفقهي موطأ الإمام مالك. ولا نذهب كمذهب بروكلمان ومذهب أحمد أمين الذي اقتصر فقط على الفقه والآخر على الحديث، بل كتاب جامع بين الفقه بينهما والحديث. نعم، إذن هو كتاب حديث وكتاب فقه. نعم. أستاذ الكريم، الوقت يزاحمنا، ونريد أن عندنا يعني مسألة مهمة ينبغي أن نتوقف عندها كذلك، هي عناية ملوك الدولة العلوية بعلم الحديث. هذه تحدثنا عن العناية الإجمالية، العناية العامة لجميع المغاربة، وكيف أنهم كونوا مدارس متعددة ولكن هناك قواسم مشتركة بينهم. ماذا عن عناية سلاطين الدولة العلوية بشكل خاص، وبشكل أخص عناية مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رحمه الله بعلم الحديث، والذي له تمظهرات عديدة في عصرنا الحاضر في ما نشاهده هذه الأيام؟ عناية المغاربة وخاصة ملوك الدولة العلوية الشريفة بالحديث الشريف وعلومه عناية فائقة. وأقتصر على الدولة العلوية، فنجد أن المولى عبد العزيز وعبد الحفيظ كانت لهم مجالس حديثية وكانوا يحضرون إليها، وخاصة المولى عبد العزيز كان يحضر دروس في الحديث في طنجة للعالم عبد الله السنوسي إلى غير ذلك. واستمرت هذه العناية في عهد مولانا محمد الخامس رحمه الله تعالى، حيث أمر بطبع كتب الحديث وخاصة كتاب الفتوحات الإلهية للسلطان المولى محمد بن عبد الله. المولى محمد بن عبد الله كان اهتم بالحديث اهتماما كبيرا جدا، فمرحلته كانت مرحلة العناية، مرحلة التدريس، مرحلة الإقراء، مرحلة التأليف، مرحلة جلب الكتب الحديث وخاصة المسانيد والصحاح وغير ذلك، إنشاء المجالس الحديثية والكراسي العلمية. واستمر الحال على عهد خلفه المولى سليمان الذي نشأ نهوما بالعلم ومقبلا على علمائه وعلى طلبته وغير ذلك. ومما يفسر هذه العناية هو أنه أنفق أموال كثيرة لشراء نسخة من نسخ الإمام البخاري إلى غير ذلك الموجودة في ليبيا في طرابلس، نسخة الصدفي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى عهد الحسن الثاني رحمه الله تعالى، فقد كانت العناية بالسنة وبعلومها كبيرة جدا، ومن بين مظاهر هذه العناية أنه أنشأ دار الحديث الحسنية سنة 64 عن طريق إشارة من العالم الكبير عبد الرحمن بن أبي شعيب الدكالي الذي فاتح جلالة الملك وقال له: لا بد من إنشاء دار تسهر على الحديث، فلبى النداء رحمه الله تعالى وقدس روحه وأنشأ هذه المدرسة، كما أمر وزير الأوقاف في ذلك الوقت بإنشاء مباراة ومسابقة
في الحديث لتكريم من يحفظ أكثر أو كمية كبيرة من الأحاديث، وهذه العناية انتقلت إلى هذه المرحلة في ظل قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فقد أمر بإنشاء جائزة لأهل الحديث منذ سنة 2008، ثم بعد ذلك قام بإعطاء الانطلاق للدروس الحديثية سواء البيانية أو التفاعلية عن طريق إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم وقناة السادسة. وتتويجا لهذه العناية، فقد أمر جلالة الملك محمد السادس نصر الله بإنشاء منصة حديثية تعتني بالحديث الشريف وتتيح للمواطنين والمواطنات الاطلاع على الحديث في منابعه ومصادره الأصلية من حيث الصحة والضعف، وكذلك الاطلاع على الأحاديث الموضوعة والمكذوبة. وهو عمل جبار وجهد كبير جعله الله في ميزان القبول يوم القيامة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم أستاذ أسرياء. إذن هي عناية موصولة غير متوقفة، ويشترك فيها كل المغاربة وعلى رأسهم أمير المؤمنين حفظه الله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. هي عناية بعلم الحديث حتى نستفيد جميعا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كما ذكرتم في مقدمة هذه الحلقة هو المصدر الثاني بعد القرآن الكريم. شكرا جزيلا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى أزرياح، أذكر أنكم أستاذ بجامعة بن طفيل بالقنيطرة وعضو المجلس العلمي المحلي لعمالة المضيق الفنيدق. أنتم أيضا أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، الشكر موصول لكم، وإلى لقاء آخر بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.